بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن. معنا في قناة مستر محسن النهاردة بنقدم لكم شرح منهج اللغة الإنجليزية لتالتة ثانوي، ومعانا النهاردة الجزء الثاني من الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة تحت اسم إيميلي ديكنسون الشاعرة الأمريكية، إيميلي ديكنسون وقصيدتها الشعرية If I Can Stop. عندنا هنا الجزء الأول ناقشنا فيه قبل كده إيميلي ديكنسون والقصيدة بتاعتها وقريناها وعرفنا إيه المضمون اللي فيها وشرحناها، وعندنا هنا الجزء الثاني بنتكلم على الجرامر، القواعد والترجمة. الجرامر عندنا هنا النهاردة في خطة العمل للفيديو بنتعرف على الظروف التوزيعية، الظروف التوزيعية أو distributives. الظروف التوزيعية اللي هنتناولها عندنا هنا هي all, both, half, each, every, either, neither. all, both, have, each, every, either, neither. وعندنا بعدين التدريبات والترجمة. قواعد اللغة الوحدة الخامسة عندنا each, every, each يعتبر مرتبطين ببعض، either و neither يعتبر مرتبطين ببعض، all و have و both. هنتعرف الأول على المقصود بالظروف التوزيعية ونفهم بشكل جيد. كتير منكم بيتلخبط ما بين استخدامهم والظروف التوزيعية، هنفهم بالظبط ايه هما وهنعرف ازاي نستخدمهم بشكل سهل وسلس. اولا ايه هي الظروف التوزيعية؟ الظروف التوزيعية ترتبط دايما بالاسم وبتدل على الكم او الجزء او نفي الكم او الجزء، تستخدم طبقا لدرجة الكم او الجزء او طبقا لدرجة نفي الكم او الجزء. عاوزين نفهم ايه معنى الكلام ده؟ هنفهمه من خلال ان احنا نستعرض كل ظرف منهم ونفهم هو بيستخدم في ايه. اولا ده المجمل او السمري بتاعهم للتعبير عنهم. اولا all يعني كل، ودي بتعبر عن الكلية او الجميع، كل شيء يعني بالمرة، فبنستخدم فيه all. اما half بتستخدم بمعنى نصف وتعبر عن النصف وتأتي قبل الأسماء غير المعدودة أو الأسماء المعدودة سواء المفردة أو الجمع. عند every يعني كل، للتعبير عن كل فرد أو شيء في المجموعة معا، يعني كلهم مجتمعين ما ينفعش أجزأهم. يعني على سبيل المثال عندي المدرسة فيها كتير من الطلبة فبقول every student، المدرسة مدرسة بنات فقط فبقول every girl، المدرسة مدرسة أولاد فأقول every boy. بتكون جمع مع بعض بشكل كامل، بس بذكر every يعني كل فرد، ده للتعبير عن كل فرد أو شيء في مجموعة معا. إنما each دي بتعبر عن كل فرد أو شيء في المجموعة بس كلا على حدة، يعني كلا على حدة. لما أقول على سبيل المثال every girl has her own pen، يعني كل بنت معاها قلمها الخاص، فدي عندي بتكلم على each. both دي كلاهما بتعبر عن المثنى سواء الأشياء أو الأشخاص. either أي من للتعبير عن الاختيار في المثنى ما بين اثنين، إنما neither دي تعتبر نفي الـ either، بنقول للتعبير عن نفي الاختيار ما بين اثنين أو أكثر، وأحيانا بستخدم معها either or و neither nor، بس عندنا هنا مش موجودة بس هنشرحها لكم للمعرفة من خلال التدريبات. نبدأ مع بعض نستعرض. اولا all دي يعني كل او جميع، دي تستخدم في الحالات الاتية، يا اما مع الاسماء الغير معدودة ويصرف الفعل في الجملة كمفرد. يعني اسماء غير معدودة؟ اسماء غير معدودة يعني لا تقبل الجمع، أسماء الغير معدودة هي اللي تقبل الجمع. على سبيل المثال بقول water، water يعني مياه أو مية، ما ينفعش أجمعها أقول waters، لا. لو جت كلمة اسمها waters دي مش معناها المقصود بها المياه كاسم غير معدود. أسماء غير معدودة تاني عندي مثلا rice، أرز، عندي juice، honey، عسل أو juice عصير، وhoney يعني عسل. الأشياء دي هي الأشياء غير المعدودة ممكن استخدم معها all.
money على سبيل المثال. عندنا مثال بنقول all Mona's money is at home، كل نقود منى بالمنزل. نلاحظ هنا ان انا استخدمت all و money اسم غير معدود، واستخدمت معاها is. all cheese contains protein، جميع الألبان تحتوي على بروتين. هنلاحظ هنا ان انا اتكلمت على cheese كاسم غير معدود، يعني ما ينفعش اجمعها، ما دام ما جمعتهاش فانا استخدم معاها الفعل كانه مفرد، فانا استخدمت contains واضفت لها s. ثانيا، تستخدم all مع الاسماء المعدوده الجمع فقط، بس بيكون الفعل مصرف كجمع. يعني بقول على سبيل المثال all her friends help، all her friends are helping her، or her friends help دي زيادة، all her friends are helping her، يساعدها جميع أصدقائها. هنلاحظ أن أنا استخدمت are هنا معها. I like all birds، يعني أحب كل الطيور أو جميع الطيور. ننتقل إلى half. half يعني نصف، وبستخدم مع half of. تستخدم half of قبل الأسماء المعدودة ويكون الفعل مصرف كمفرد، قبل الأسماء المعدودة أو غير معدودة بتصرف كمفرد. يعني يقول he ate half of the cake this morning، هو أكل نصف الكعكة هذا الصباح، لأن cake هنا مش معدودة، أو ممكن نجمعها فنقول cakes. I will wait for half an hour، سأنتظر لمدة ساعة ونصف. ألاحظ حاجة هنا، إن أنا ما حطيتش of اللي بنجيلها في الجزء الثاني. نقول half of my friends like tennis، نصف أصدقائي يحبون التنس. تستخدم half of أيضا قبل الأسماء المعدودة سواء المفرد أو الجمع، ويكون الفعل مصرف طبقا لحالة الاسم. لو الاسم مفرد بستخدم مفرد، لو اسم جمع بستخدم جمع، مع الأسماء الغير معدودة بستخدم مفرد. نيجي لأنا استخدم of في حالة الكمية أو الزمن، يعني أقول I will wait for half an hour، my house is half a kilometer from here، يعني منزلي على بعد نصف كيلومتر من هنا. I drink half a cup of tea، يعني أنا أشرب نصف كوب من الشاي. يبقى عرفنا إزاي نستخدم half. half نستخدمها مع of، إنما في الكميات ما استخدمش of. every تستخدم للتعبير عن كل عنصر من عناصر أي مجموعة معا، يأتي بعدها اسم مفرد معدود فقط، فنقول every person has a role in society، كل فرد له دور في المجتمع. every student was given a book، استلم كل طالب كتاب. I know everyone here، أعرف كل واحد هنا. I feed every cat at home، أطعمت كل قطة في المنزل، يعني كلهم مجتمعين. لو واحد في المجموعة دي مختلف يبقى ما ينفعش استخدم معها every. نأتي ل each. each يعني كل برضو، لكن تختلف في الاستخدام. نستخدمها للتعبير عن كل عنصر من عناصر المجموعة كل على حدة، يعني تأتي مع الاسم المعدود المفرد أو تأتي مع الأسماء المعدودة الجمع فقط بس يتبعها of. فالاسم المعدود المفرد فبنقول each student wears a uniform، يرتدي كل طالب الزي الموحد. each leaf gives us new oxygen، كل ورقة من أوراق الشجر تعطينا أكسجين، كل ورقة على حدة يعني تعطينا أكسجين جديد، كل ورقة بتدينا حاجة مختلفة. مع الأسماء المعدودة الجمع قلنا بنستخدم معها of، فبقول each of the girls spoke well، كل بنت من البنات تتكلم جيدا. أقول I gave each of my three brothers a card، أعطيت كل واحد من إخواني كارد. هنا هنلاحظ أن أنا استخدمت a card ما قلتش cards. ليه؟ لأن أنا أعطيت كل واحد منهم على حدة، فكل واحد خد كارد، كل واحد خد واحد كارد. ده بالنسبة لـ each. لو عندكم أي استفسار بالذات في النقطة ما بين each و every
ما تردوش في رسالة لقناة مستر محسن وأنا هرد عليكم مباشرة. Both دي بنستخدمها للمثنى ومعناها كليهما أو كلا، تستخدم في جميع الحالات الجملة المثبتة والمنفية والسؤال، ويمكن استخدام of في حالة الحديث عن شيئين أو شخصين من نفس النوع، بس بيكونوا جمع، بيكون أسماء معدودة. أقول both Ali and Mariam speak fluently English، كل من علي ومريم يتحدثان الإنجليزية بطلاقة. I ate both the orange and the banana، أكلت كل من البرتقال والموزة. Both of my parents are proud of me، والدي كلا والدي الاثنين فخورين بي. Both of the boys are active، كلا الولدان نشيطان. Either بنستخدم either دي للتعبير عن الاختيار ما بين اثنين او اثنين في مجموعة. اثنين في مجموعة نستخدم معها of، لكن اثنين بس بنستخدم either، وممكن نستخدم or، بس هنا موجودة ان انا بستخدم either فقط. فبقول Sarah and I can go on either Friday or Saturday، سارة وانا يمكن ان نذهب يوم الجمعة او السبت. هنا كده اختيار، استخدمت either. I can ride either camel or horse، يعني استطيع ركوب الجمل او الحصان. فبقول I can ride either camel or horse، يمكنني ان اركب الجمل او الحصان، يبقى either بنستخدم معها or. مع الاسماء المعدودة ما بستخدمش معها or، الأسماء المعدودة الجمع فقط اتبعها off، بس ما استخدمش or. بقول I don't like either of the photos، يعني أنا لا أحب أي من الصور. لاحظت هنا أن استخدمت either بس ما استخدمتش معها or. نيجي لنايذر. نايذر لو أنا ذكرت الاسمين أو الشيئين بستخدم معها nor، لو ما ذكرتهمش ما بستخدمش معها، زي either بالظبط. فبنقول neither answer is correct، ولا إجابة منهما صحيحة، أو مع الأسماء المعدودة الجمع فقط واتبعها of، فبنقول I like neither of the photos، أنا لا أحب أي من الصور. نلاحظ إن هي I don't like either of the photos هي بتساوي I like neither of the photos، يعني neither هي نفي لأيذر. وبكده انتهينا من شرح القاعدة للظروف التوزيعية distributive، وبننتقل للتدريب. التدريب بيدينا معلومات أكتر وبيثري معلوماتنا ويفهمنا أكتر القاعدة. التدريب عندنا في 23 نقطة، حلت لكم منهم 12 نقطة وانتوا بتحلوا الباقي. أولا number one، all Mona's money is at home. ليه استخدمت is؟ لأن في عندي all وعندي money هي اسم غير معدود، عشان كده استخدمت is. Number two، all Sarah's friends are helping her at this moment، عشان friends هنا اسم معدود جمع. Number three، he ate half of the cake this morning. Number four، half of my friends like tennis. Number five، each engineer in the factory was given a separate job to do. هنا نلاحظ ليه حطيت each. اولا ما ينفعش استخدم all لانه الاسم اللي بعدها معدود مفرد، وall لا تستخدم مع الاسم المعدود المفرد. both ما ينفعش لان ما عنديش اتنين. half ما تنفعش، فبستخدم each، ده سبب. تاني السبب ان each هنا تعني كل فرد في مجموعة، فيقول each engineer يعني كل مهندس، كل مهندس في المصنع لوظيفة مختلفة عن التاني او مهمة مختلفة عن التاني ان هو يعملها، لذلك انا اتكلمت على شخص في مجموعة. number 6، all the students in my class speak English very well. ليه اخترت all؟ اسم غير اسم معدود جمع، اسم معدود جمع، ما ينفعش each، ما ينفعش neither، ما ينفعش either، لان التلاتة دول تمام، التلاتة دول either ما بتجيش مع الجمع الا اذا كان في of، neither بتيجي مع المفرد لو في مباشرة، و each بتيجي مع المفرد.
Number 7. Neither the father nor the children were at home yesterday. طيب ليه استخدمت هنا neither nor؟ neither nor. طيب انا ليه استخدمت هنا were ما استخدمتش as؟ ما استخدمتش as لاني neither الاسم اللي بيجي بعد nor هو اللي بيحدد الفاعل، يعني الفاعل الثاني هو اللي بيحدد الفعل هل جمع ولا مفرد. Number 8. Neither answer is correct. ولا إجابة صحيحة. Number 9. Neither the father nor the children زي ما قلنا استخدمنا معها where. Number 10. Neither did he go out nor did he stop talking. هنا لو نايزر استخدمنا بعدها فعل بنقدم او جت في اول الجمله بنقدم الفعل عن الفاعل، وبما ان في اللغه الانجليزيه تقديم الفعل عن الفاعل ما بيتمش الا في حاله وجود فعل مساعد، والفعل المساعد هنا هو did. Number 11. I need to be good at both speaking and writing English to get the job. هنا هنلاحظ both إن استخدمتها للمثنى، المثنى هو speaking التحدث و writing الكتاب. Number 12. We can spend our holiday half all each either in Alexandria or Sharm. طبعا نستخدم either لأن either هنا بتدل either or، وهنا بتدل على الاختيار ما بين الاثنين. من 13 ل 23 بتحلوها لوحدكم، بس انا هقراها لكم لو عندكم استفسار او اقتراح ما ترددوش في ارسال القناة مستر محسن. نمبر 13 بنقول My house is half, all, each, every a kilometer from here. نمبر 14 Each student wears are wearing wearing a uniform او an uniform. نمبر 15 Every person have, has, are, having, were having a role in the society. In society. Number 16. I don't like both, neither, either, nor of the photos. Number 17. I have two brothers and both, neither, have, none of them are older than me. Number 18. I was offered tea or coffee, but I had each neither either all of them because I don't like hot drinks. Number 19. The tour guide gave have all each either tourist a ticket to enter the museum. Number 20. My sister bought two new skirts and have neither each both of them long and green. Number 21. The film was very boring and have either each every of the people left before the end. Number 22. About have either neither each of them are from my village. Number 23. Tariq loves tennis and watches half, neither, each, both match on television. وبكده انتهينا الجزء الخاص بالتدريب وننتقل الى الجزء الخاص بالترانسليشن الترجمة، وعندنا 2 point من انجليزي العربي ومن عربي الانجليزي. عندنا translate into Arabic عندنا 2، زي ما تعودنا في قناة مستر محسن بنحل واحد من الاثنين والتاني بتحلوها عشان تختبروا مدى فهمكم للترجمة بشكل جيد. Number 1 بنقول In 2003 دكتور كاريمات السيد won an award as one of the world's best scientists. بنترجمها بنقول منحت دكتورة كاريمات السيد جائزة كواحدة من أفضل العلماء في العالم في عام 2003 في عام 2003. Number 2. The problem with freelance work is that you don't always get regular work. The problem with
freelance work is that you don't always get regular work. ننتقل للجزء الخاص بالtranslate into English. وعندي اتنين حللكم منها واحدة والتانية بتحلوها لوحدكم. Number one بنقول هل تعلم أن أول أطباء أسنان في العالم كانوا مصريين؟ هل تعلم أن أول أطباء في العالم كانوا مصريين؟ هنقول Do you know that the Egyptians were the first dentist in the world? Do you know that the Egyptians were the first dentist in the world? Number two عندنا احترس هذا المكان أعمق من أن يسبح فيه الأطفال. احترس هذا المكان أعمق من أن يسبح فيه الأطفال. وبكده بالترجمة نكون انتهينا من الفيديو الجزء الثاني للوحدة الخامسة. نتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة هنا واستمتعتم. وأهم حاجة لازم تفتكروا أن التعليم هو متعة مش ضغط عصبي ونفسي. ودايما نجاحك بيكون بيدك. لازم يكون عندك التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس. وأتمنى تكون استفدتم من كل الفيديوهات اللي فاتت وتستفيدوا إن شاء الله من الفيديوهات اللي جاية. لو عندكم اقتراحات أو استفسارات ما تترددوش في إرسال لقناة مستر محسن. وشكرا لكم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوهات جاية.